أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة تهتم بكم يا أولياء بولادكم. احنا ماذا بنا من خلال هذه الحصة مع أخصائيين نعطيكم نصائح بسيطة بسيطة ولكن نحتاجها احنا كأولياء وكمواطنين باش نربي ولادنا بالطريقة السليمة. إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم في تربية هذا النشأ هذا اللي هو جيل الغد. اليوم عندنا حصة مهمة. هذه الحصة كاين بزاف الأولياء اللي عندهم دراري إما ما يحبوش ياكلوا إما ياكلوا بزاف يعسوهم. يعني احنا ماذا بنا اليوم نتكلموا على هذا الفينومان هذا اللي هو الإفراط في الأكل أو الشراهة كما يقولوا ولا فقدان الشهية دونك لانوريكسي إلى بوليمي. قدر الشيء يروح حتى لانوريكسي وين الإنسان ياكل وبعد يقي روحه يعني ما يحملش هذاك الأكل هذاك. احنا ماذا بنا اليوم نتكلموا على هذا الشيء هذا ونعطيكم بعض النصائح باش أولادكم يتربوا بطريقة سليمة. إذن يشاركوني اليوم الطبيبة شفعي سميرة مختصة في طب الأطفال. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا. تفضلي مدام. تفضلك. ميرسي. مرحبا مرحبا. كذلك معنا الأستاذة تفاحي هنية مختصة في علم النفس. مرحبا بك مدام. مرحبا بك. تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا. وعندنا كذلك تجربة حية. في كل مرة نحاول نجيبوا إنسان ولا يتكلمنا على تجربة حية. اليوم معنا أبو علي لكاميليا. تفضلي مدام. تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا مدام. تفضلي تفضلي تفضلي. وفي كل حصة نجيبوا الطفل ولا الطفلة يجي يدير الواجبات المدرسية في هذاك المكتب الجميل باش انتم تروحوا تقراوا يا أطفال. اليوم معنا لوجين. تعالي تعالي بنتي، أروحي أروحي بنتي، تعالي تعالي. واش راكي لاباس بنتي؟ لاباس. واش راكي؟ شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنين. 8 سنين. دوري الكاميرا هكذا باش تهضري مع الأطفال باش اليوم يديروا. انت واش راكي رايحة ديري؟ تحبي تقراي؟ اه. واش من سنة تقراي؟ سنة ثالثة. سنة ثالثة، شاطرة هكذا سنة ثالثة. اه. شحال جبتي المعدل بنتي؟ 8.64. واو 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 واو، جميل 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 بنتي جميل. تحبي ديري الواجبات المدرسية تاعك في الدار؟ اه. تقراي وحدك ولا حتى تقول لك ماما وبابا روحي تقراي روحي تقراي؟ نلقى وحدي. تقراي وحدك؟ اه. ويعسوك ماما وبابا يجوا يشوفوك واش راكي ديري ويشوفوا الواجبات تاعك؟ اه. يهتموا بهم وكامل؟ اه. اه برافو بنتي، تلعبي شوية، عندك الوقت تاع اللعب شوية، تعرفي تنظمي وقتك؟ اه. برافو بنتي. إذن روحي للمكتب الجميل هذاك باش ديري الواجبات المدرسية تاعك. وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي تلتحقوا بالمكاتب تاعكم باش تديروا الواجبات المدرسية باش تنجحوا. شكرا 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 شكرا. إذن مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص بالإفراط في الأكل ولا الشراهة ولا فقدان الشهية دونك لانوريكسي ولا لابوليمي ولا أشياء اللي الأولياء. أنا شخصيا يراسلوني بزاف الأولياء منذ بداية الحصة هذه ولادنا تحت جناحنا، كل واحدة تقول لك أنا وليدي ما يحبش ياكل، أنا وليدي ملي حبست له البيبرون ما يحبش ياكل، وليدي نعطي له البيبرون اسكو نزيد له الماكلة اسكو كذا. واحد يقول لك أنا وليدي ياكل بزاف حتى نعسو حتى نخبي عليه الماكلة كذا. احنا ماذا بينا اليوم نتكلموا باش نطمنوا الأولياء واش هي الحاجة اللي غراف، يعني واش هي الباثولوجي وين لازم يروحوا يشوفوا الطبيب، واش هي الحاجة العادية اللي باش ما يتقلقوش. قال لا لا في هذا السن هذا هذه حاجة عادية، والطفل مثلا إلا يدير رياضة حاجة عادية، ما يديرش رياضة حاجة عادية. حبينا نكلموهم على هذا الفينومان هذا اللي الأطفال ياكلوا بزاف والأطفال اللي ما يحبوش ياكلوا. ماذا بيا نبدا بك دكتورة شفعي سميرة مختصة في طب الأطفال. راني متيقن باللي الاولياء يجوك بزاف يقول لك انا وليدي ماشي يحب ياكل، وحده تقول لك انا وليدي ياكل بزاف كيفاش ندير له. ماذا بينا تكلمينا من ناحيه الطبيه ومن ناحيه تاع التجربه تاعك، يعني الناس كي يجوك من بعد هل ترى هاد الامور هذه ساغونت دون لورد، يعني من بعد يقدروا يتغلبوا على هاد الظواهر هذه،
ماذا بدنا نتكلم عليها كذلك من الناحية الطبية أستاذة، تفضلي. تفضلك، ميرسي. دونك جو رميسي بور لانفيتاسيون. الله يسلمك، مرحبا. الوغ فقدان الشهية عند الأطفال هو الأكثر رابور على بوليمي، يعني اللي ما يحبوش ياكلوا اكثر من اللي ياكلوا اكثر. لا باس، لا مي يعني سادير هاد الوقت الاوقات الاخيره هادو كاين ان شانجمون في النظام الغذائي تاعنا، دونك كاين اطفال يعني لا بوليمي ولا الافراط في الشهيه بدات ظاهره يعني تكثر كمان عند الاطفال. داكور. دونك فقدان الشهيه عند الطفل، سي الطفل ما يحبش ياكل، ما يحبش ياكل تو، اي حاجه تقدمها له الام ما يحبهاش، لا ريفوز يخليها. وهذا الشيء يبدا الطفل الصغير يعني يبدا من الوقت اللي تحبس الام للرضاعه الطبيعيه. داكور. ملي تحبس الام هذيك تبقى يبدا الطفل باسكو والف غير الحليب الام، الماكله هذيك مازال ما داقهاش ما استبنهاش، دونك يبدا ينكر فيها وتقعد تقعد معاه. الوغ تقدر تكون يعني ماشي حاجه تري تري غراف، يعني حاجه ما تاثرش كثير على الطفل، مي كاين يعني حالات وين توصل لي كاكا شيكسيك، يعني الطفل يكون فريمون يفقد الوزن تاعو، الوزن تاعو يولي في الحاله الخطيره. داكور. مع دي سا دون ميم دي كومبليكاسيون ميتابوليك، يعني كاين بزاف يعني في الجسم تاعو يتاثر بالهاد يعني نحسوا بالك حتى فقدان الوعي، حتى يعني واحد كيما انسان راهو كبير ولما ما ياكلش بالمرات يفشل يعني الجسم محتاج لهاد المواد هذه. سورتو الطفل يبوجي بزاف يجري يلعب بيتو، دونك نورمالمون يكونبونسي هاد الكرواسونس النمو يعني، دونك يكونبونسي بالاكل باش ينمو طبيعيا يكون عادي وما يفقدش الوزن تاعو، دونك كثره الحركه ديالو اللعب تو الاكل ما ياكل دونك تتاثر على النمو تاعو سورتو الوزن، سي سيتيرون في لا كورب تاع لو بوا تاع الميزان تاعو، نعسو لو بوا لو لا كورب دو لونفون، وماشي غير سيتيغ لا كنقول لا كورب دو لونفون، ماشي تقول لك الام لا وليدي الى تالاج زعما عنده عام يوزن 10 كيلو دونك الي بيان، لا لازم لا كرواسونس تاعو تكون عاديه عاديه، تكون كورب كرواسونت كيما نقولوا. داكوغ، احنا عندنا يعني جداول تاع الوزن تاع الاطفال، الطول تاعهم على حسب العمر، دونك لازم تكون لا كورب تاعو كرواسونت تصعد، مش سادير ان مومون يكون 8 كيلو من بعد 10 من بعد يرجع 9 يهبط فوالا، ولا قاعد من عام هو 10 كيلو يلحق عامين 10 كيلو يلحق 3 سنين 10 كيلو، سا سي با نورمال ميم الا كان في المجال ديالو. بالضبط. وجينيرالمون واش هما الاسباب اللي الطفل انه ما يحبش ياكل؟ واش هما الاسباب؟ باسكو سي ما يحبش هذاك الذوق، بالك يجيه يوالف كثره الاطفال يوالفوا الحاجه الحلوه حلويات ايتو، دونك تجي الام عندك تقول لك وليدي ما ياكلش، داكور ما ياكل ما ياكل والو، لا ياكل حلوه، ياكل شيكولا، ياكل حلوه، ياكل شيكولا، ياكل حلوه، ياكل لي جاتو لي سكريري، وي مي الماكله ما ياكلهاش، سي نورمال، جواز وطماط، ما ياكلش الخضر، ما ياكلش ميم الفواكه اللي عندها ان سكر ناتوريل، السكريات تاعها طبيعيه ما تاثرش على الجسم تاعنا، تقول لك نو ما يحبهاش بزاف، باغ كونتخ هو يعوض هذوك الاكل تاعو يعوضوا بالهاد السكريات اللي هي تشبع الجسم تاع الانسان، دونك ما راحش يحوس، ما يجوعش هذاك الطفل، ما يحوسش على الاكل، و او ميم طون سا دون يعني ان ديغو بوغ الاكل، يكره الاكل العادي. بالضبط. ولكن استاذه كاين شيء، الطفل هذا من بعد كي يكبر على السكريات وكامل تشوفوا باللي ما يسمنش، تشوفوا يعني حتى الوزن تاعو ما يزيدش بزاف وكامل، هل يفو سانكيتي؟ هل لازم نكومبوسيو بلي فيتامين؟ هل باسكو ما كانش توازن، لازم النظام الغذائي تاعنا يكون متوازن. عندنا سي فغي اون الجسم تاعنا يحتاج سكريات، مي يحتاج اوسي البروتينات الدهون، دونك لازم ان روبا ايكيليبري. بالضبط. يعني لي 3 4 روبا باغ جور بوغ الطفل الصغير لازم يكون ايكيليبري. واش نديرو كي ما يحبش ياكل؟ كي ما يحبش ياكل واش نكومبوسيو بلي فيتامين؟ اسكو كاين بزاف الامهات نشوفهم يروحوا
نعيشوا لي فيتامين اوميغا 3 بيان سور. كي نشوفوا الطفل راهو في يعني في حاله وين جون دو دونجي نعملوا له شويه تحاليل نشوفوا باسكو التاثيرات هذه تقدر تكون عنده لانيمي سورتو لانيمي والاولياء يخافوا بزاف من لانيمي دونك تقول لك راهو مصفار راهو الاخر ميه باسكو ما ياكلش تو دونك نديروا تحاليل اللي نعالجوا لانيمي ومنها من بالدواء تاع الانيمي يقدر بشويه يولي تولي له شويه شهيه بيان سور نعطوا له دي فيتامين مي الحاجه المهمه في هذا الشيء الحاجه يعني الاساسيه سي يعني نعتنيو بال ils ont un planning تاع لي روبا بور لونفون لازم الطفل ديالي نحطو اتابل نحطو اتابل نعطي له الاكل اللازم ديالو ولازم ياكلو داكور ماكلاش اسكو نقدروا نروحوا حتى نفورسيوهم ولا يعني نو ماكلاش ما نعطيلوش حاجه اخرى بالضبط يعني نديروا لهم تحفيز ما كومبونسي كاين امهات تجي تقول لك بون ما حبش يفطر اعطيت له ان ياغورت ما حبش يفطر اعطيت له ان فروي مي لو فروي سي با ان روبا كومبلي بالضبط ولا الحليب من الحليب ما يكفيش الحليب من 6 شهور الفوق ما يكفيش الطفل وحده من اللي يزيد الطفل حتى لست شهور يقدر الطفل يشرب غير الحليب 100% يعني الجسم تاعو ما يتاثرش مي ابارتير دو 6 شهور الفوق ما تكفيش هذيك الكميه الحليب وحده دونك لازم ندخلو علاش في 6 شهور ندخلو الغذاء عند الطفل صديق لي زاليمون سوليد اي تو باش الطفل يعني يلقى الاحتياجات تاع الجسم تاعو للنمو والنمو تاع العظام النمو تاع الاسنان ميم النمو تاع المخ تاع لو ديفلوبمون سيكوموتور دو لونفون بالضبط شكرا واو. شكرا دكتوره الله يخليك شكرا أستاذة هنية تفاحي مختصة في علم النفس هل في دورون لا كارير تاعك يعني في المسيرة تاعك صادفوك هذه الحالات وين يجوك الأمهات تقول لك أنا وليدي ماهوش يحب ياكل ولا وليدي ياكل بزاف كيفاش ندير وكامل هل ترى كاين عمل مشترك بينكم وبين الأطباء يعني باش تشوفوا كيفاش تعالجوا لأنه موضوع أنا نشوف كاع الأمهات يعني موضوع هذا يهمهم يعني كي ولدها ما ياكلش نظن اي ام راح تتقلق يعني تقول لك انا ولدي ماهوش ياكل وعلى بالنا باللي الاكل في هذا السن هذا مهم جدا للنمو نتاعو يعني ماذا بينا كون تكلمينا على هذه الحاله دي. شكرا استاذ يزيد على هذه الضيافه بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه لموضوع فقدان الشهيه او اكثر من الاكل يعني هما موضوعان متشابهان فقط برك الاعراض بالنسبه لفقدان الشهيه نذكر برك على سبيل المثال كما قلت ان في لا كارير تاعي ذكرني اني صادفت حاله انا لاول مره اني استغربت كيفاش نتعامل مع ديك الحاله كانت المختصه اطباء اطفال بحثت لي طفله تبلغ من العمر 18 شهر قالت لي عندها انوريكسي مونتال انا كانت اول مره ليا كتجربه اني نتعامل مع اطفال يعني حرت هذه طفله 18 شهر ما تشرب حليب ما تاكل تشرب غير الماء كيفاش كبرت كيفاش ولا الوزن تاع هذاك الوقت كان واقيلا 10 كيلوغرام فقط يعني قليل 18 شهر يعني قليل 18 شهر لما درت لونتروتيا مع الام تاع حاجتني الام قلت لها كيفاش هذه الطفله ما تاكلش قالت لك انا مانيش عارفه عمرها ما كلات بسي سويس عمرها ما كلات جامي كلات كيفاش كبرت هذه الطفله الام ما على بالهاش بلك كانت مازال ترضعها بلك حتى الرضاعة الطبيعية ما رضعتش أوكي. أنا استغربت يعني وراه المشكلة هنا عند طفلة تاع 18 شهر اللي حتى أنا كي نهضر معاها ما حاش تجاوبني والبيبغون تاخذه ولا لا؟ لو بخون با ني بيبغون ني والو تاخذ غير الماء داكور لما استغربت أنا الحالة اللي كنت فيها يعني الطفلة ما استجيغ على المستوى النطق ما تتكلمش 18 شهر يعني ما نقدرش نتعامل معاها لو ديسا ما ديروش قعدت ندير في لونتروتيان تاعي درت لونتروتيان بارونتال افيك لو بابا وكامل مع الاخير كامل حوالي 4 من الفحص النفسي او 5 حلقات لحقت ان الام لما كانت حامل بهذيك الطفله كانت تعاني من الانوريكسي مونتال الام هذه لما كانت حامل كانت تشوف المراه تاعها وما تحبش الوزن تاعها يزيد اول حمل تاعها بعد من هنا رفضت هذاك الوزن هذاك رفضت الوزن رفضت الطفل اللي راح يأثر على الصورة الجسدية تاعها سبحان الله يعني نقدروا نقولوا ان لانوريكسي مونتال علاش نقولوا لها مونتال ان الانطلاق تاعها يكون سيكوجين وعلاش لان الانسان باغ اكزومبل الام انها لما ترفض هذا الصغير تقول لك انا يتغير الوزن تاعي نتبدل ما نقعدش جان في كيما كنت انا ديجا راهو نرفض
هي ما تاكلش مليح يكون عندها فقر الدم الى، ولكنها ما حستش بانها راح تنقله له، هي نقلته له بيولوجيا ولكن نقلته له نفسيا. لقيت هذيك الطفله كيما يماها ما تاكل ما تشرب، بون درنا معها دي زونتروتيان كامل، عطينا لها بعض الحلول. باغ اكزومبل بين الحلول اننا كنا نقول لها حطي لها الماكله فوق الطابله، خليها شاركي الطفل تاعي اللي يحب ياكل واش معناتها انك كي نقعد على مائده العشاء حتى وفي عمره 9 اشهر نحطه فوق الكرسي تاعو ولكن يشاركني في مائده العشاء، يعرف بلي كاين غداء كاين عشاء كاين وجبات، حنا فوالا كاين عندنا واجبات. ولكن الطفل اللي ما نعودوهش، الطفل اللي باغ اكزومبل حنا نشوفوا مثلا في رمضان الاهل تاعنا كنا صغار كانوا هما يقعدوا في المائده وحنا نقعدوا سنه ودالتنا يعني بكري كانت اكثر هما يفطروا وانت راك برا تلعب وحنا نستناو نستنا برا. معليش دوك حنا تقدمنا دوك حنا قاعدين بصح نقعدوهم معانا. لا لا دوك تغيرت الامور، دوك ما يخلوناش ناكلو. بالضبط بالضبط. لا لا دوك تغير دوك الام ما تقدرش تاكل ما يكون مع ولادها. لازم حنا واش نقول، لازم يكون تحسيس، لازم يكون تفاعل. حتى والام قاعده طفل يعرف واش معناتها السلطه، يعرف واش معناتها ياكل واش معناتها دوزيام غوبا، يعرف باللي يشوف انت كيفاش تاكل، يشوف طريقه الاكل. باغ اكزومبل عندها نوتيستيك، دي مامو عندها نوتيستيك وليدها حاجة الأولى كيفاش نفيق الأوتيستيك، عنده طريقة الأكل يعني ديفيرونت. الأم اللي ما تراقبش وليدها كيفاش ياكل، كيفاش تفيق، أسكو عنده فقدان الشهية ولا إفراط في الشهية، طريقة الكلام. كاين أطفال باغ إكزومبل ما يعرفش كي نحطوا له صحن من الأكل، يقول لك زيدي لي ما شبعتش، نقول له لا خديت الصحن الكافي، كملوا بحبة تاع مثلا موز حبة تفاح. لازم حنا واش نقول لك الموضوع يعني نروحوا ونولوا نروحوا للأم، الانطلاق الأساسي. باغ إكزومبل الأم كانت حتى الرضاعة طبيعية، أسكو الطفل كل ما يحوس على الحليب الأم يلقاها جاهزه تعطيه له؟ لا، هنالك ساعتين احنا على بالنا بلي هذا الطفل نعلمو له قدرات، نركبوا فيه قدرات الانتظار. لازم يستنى، لازم يعرف بلي عنده جيعان يستنى، نعطوا له ياكل يكون شبعان ما يزيدش يحوس عليك. يعني وهذه شكون اللي تنظمها؟ الام هي اللي تنظمها وترتبها. بالضبط. شكرا 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 استاذه. شكرا. سيدة كاميليا أبو عليلي، مرحبا بك. مرحبا بك، تجربة حية. ماذا بينا احنا دائما في كل حلقة نحاولوا نتكلموا على تجربة حية عاشها، أي عشتها أم ولا عضو من أعضاء العائلة وكامل، ماذا بينا تكلمينا على التجربة هذه اللي عشتوها؟ تفضلي. يسلمك، شكرا على الاستضافة سيدة، سعيدة كوني معكم اليوم. حبيت نتكلم على موضوع الإفراط في الأكل كتجربة عشتها مش كأم، كخالة في بنت أختي. عندي بنت أختي تأكل بزاف، وكما نقولوا حنا تأكل بدون نظام، يعني ما تعرفش بلي شبعت ولا كذا، ولا ما عندهاش تاكل، وكان يخلي لها الماكله ما تحبسش، يعني ما تحبش. ممكن نروحوا من مورانا تروح تاكل، تفتح الثلاجه وتاكل. والوزن تاعها كيفاش؟ يعني اختر كاين اللي ياكل وما يسمنش، من بعد تكلمين عليها دكتوره يعني. لا هي تاكل يعني الله يبارك، ما يقولوا يبان فيها الله يبارك. الله يبارك. وشنو بعد ذلك هي تلقات كما يقولوا ولات في مشاكل، ولو تقول لك عم يعايروني ام كذا وكذا. لكن شحال في عمرها؟ عندها 10 سنوات. 10 سنوات. يعني تبدا الطفلات تشوف، وخاصة سن تمدرس، يعني كي تكون تاكل وهي قاعدة في البيت هي حاجة، من بعد كي تخرج ليكول ويشوفوها صحاباتها وكامل، يعني تبقى تشوف الناس، تشوف الناس العاديين، تشوف الاخر تقول لك انا مانيش نورمال مانيش كذا، هذا هو. لكن في البداية يزيد كانت واش تقول لك؟ تقول لك ناكل باش نولي مرا، باش نكبر، حبيت نولي مرا، في بالها انه تاكل باش تكبر باش تولي مرا. تقول لك المعلمة تاعي تقول لي كولي، تقول ناكلوا لازم تاخذوا فيتا. لكن احنا فهمناها بلي النظام الغذائي لازم يكون متوازن، لكن هي عكس ذلك، تاكل في كل وقت، تاكل كما نقولوا الله يبارك، تاكل واش جات واش تلقى تاكل. الله ولكن يبارك. ولكن انتوما واش كنتوا ديروا التدابير تاعكم باش بون بالك مع الاول ما فقدتش يماها ولا، ولكن من بعد تكون فقد كيفاش وليتوا ديروا؟ حنا كخالتها خدينا كما يقولوا نخوفوها، نقولوا لا 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 ماشي مليح، سمنه تجيب لك امراض، دوك تكبري شويه تولي تباني فوق العمر ديالك. الناس ديجا هي كما قلت لك ولات ولاو يقولوا لها راكي تباني كبيره، راكي سمينه، راكي عاك تعرف. دونك من بعد
لا لكن هي مواصلة دايما ليومنا هذا مواصلة في الأكل تحب الأكل. لكن الشاطر الطبيبة في 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 كلامها لما بعدين كيولينا نقولوا الأم لأنه أم تحتاني تشجعها من جهة أخرى باش تأكل باش تأكل تقولك خلي بنتي تأكل خليها تكبر خليها كيولينا لما كانت أمها كانت حامل هي اللي كانت تأكل بزاف تقولك أنا لما كنت حامل بنتي كنت نأكل بزاف لأنه سيسا يعني هذاك نقلت فترة الحمل هذاك يعني التأثير النفسي بور الطفل في بطن أمه يعني يسمع يشوف عالم عالم يعني عالم كان تاكل بطريقة مش طبيعية أمها أمها تاكل بطريقة مش طبيعية كما خرجت بنتها سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني من أين ذلك الجذع من تلك الشجرة يعني كاين عامل وراثي في دون لانوريكسي ولا في كاين العامل الوراثي يا دي فامي دو دو بوليميك ولا دي فامي دانوريكسيك داكور دونك العامل الوراثي موجود في موجود سي بور سا سا ترانسمي دو لا مير ا لانفون فوالا لأنه بالمقارنة مع بنتها الأولى والثانية الثانية عكس الأولى الثانية ما تاكلش بزاف لانه امها في فتره الحمل بالثانيه ما كانتش تاكل بزاف شوف سبحان الله داكور سبحان الله سبحان الله يعني الحمل تاع الام يسو ترانسمي لو بيبي سبحان الله العظيم علاش يعني احنا باغ اكزومبل لما يجونا حالات كيما هذو مباشره ننتبهوا لبدايه الحمل باش نقدر نعرف لو دياغنوستيك وين نبدا ومن بعد باش نعرف الاول مع الام تسقسيها كيفاش كانت في الحمل ومن بعد باسكو علاش استاذ يزيد كي تكون الام هي كانت هكذاك صافي الام ما حاش تعرف تربي بنتها هتربي على هذيك الطبيعه نفس الحاله اللي كانت فيها علاش لازم كي نعرفوا ما هو السبب نلقاو الاجابه لتلك الاسئله نلقاو الاجابه نلقاو الاجابه شكرا 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 شكرا, شكرا. دكتوره شفعي سميره ماذا بيا اسكو كاين حلول سادير دي سوليوشن نو ميديكال سادير نعطوهم للاولياء مثلا كي ولدو ما يحبش ياكل ولا وليدو ولا بنتو ياكل بزاف هل كاين حلول قبل ما نوصلوا للطبيب قبل ما ينزل وزنه كامل تما انا نظن بلي كي تشوف وليدك بدا ينقص في الميزان وكامل بدا يفشل بدا يجيه النعاس بزاف يعني تحس بلي الجسم نتاعو ما عندوش لي زاليمون كيفو تحسوا بلي تما لازم الطبيب على ما نظن ولكن اسكو كاين نصائح نقدروا نعطيهم الاولياء قبل ما نوصلوا لهاد الحاله اللي لازم يعرضوه على طبيب الوغ الحاجه الاولى اللي كما قالت المختصه النفسانيه لازم الام هي لا كلي تاع هي المفتاح تاع هذه القصه هذيك القضيه هذه سي لا مامون لازم تتبع الطفل تاعها دونك لازم توالفوا ملي يكون صغير توالفوا نظام غذائي طبيعي عادي طول في الوقت تاع الاكل الوقت لازم الصباح يشرب الحليب عادي مع على 10 امتي غوتيه حاجه على 12 يفطر كل غذاء كومبلي كامل وفي الأشياء كيف حاجة خفيفة وفي نظام غذائي عادي كل يوم دكتور. لازم تولفه له تو لي جور صديق ما تقولش الام اليوم راني بون ما عنديش الوقت ما جو نسوتي ان روبا بور لانفون باسكو الطفل يتعود بسرعه بالضبط بالضبط كيما دير له يولف احنا كبار في شهر رمضان المعظم من بعد يعني مر العيد باش نعاودوا نولفوا الريجيم هذاك شفت الوقت اللي ناخذوه ما بالك الطفل لو واجد كيلو ورقه بيضاء انت تكتب عليه واش تحب فوالا يعني. دونك يسوفي تسوتي له انهار ان روبا يولفوا الطفل خلاص يقول لك البارح ما كليتش كيناش ماما البارح سي بون ما ناكلوش اليوم لا لازم تولف له ميم تكوني تخدمي ميم تكوني اون فواياج ميم تكوني لازم الاوقات تاع الاكل تولفيهم له الطفل لازم لا ماما بروبوز يعني كم كل انواع تاع الماكولات بالضبط نوع له يعني فوالا بون ما نحبش هذا ما تحبوش اليوم غدوه نعاود نديره له بالضبط دو جور تخوا جور نعاود نعطي للطفل نولف له لازم يذوق معليش ذوق وليدي ذوق وشوف قول بالي بون صديق كي ما نعرفش لو كو جو بو با جوجي دونك هاك سيي وليدي تبدل طريقه تاع الاكل باسكو لا بريزونطاسيون سي تلعب دور عند الطفل الطفل يشوف حاجه شابه يحب ياكلها فوالا كيما حنا الكبار كيف كيف دونك لازم الام هي اللي تربي وليدها تعودوا على الطريقه وكي تكون هذا الخلل سواء اونيكسي ولا الاخت تسيي توازن بيناتهم توازن بيناتهم تدخل في هي اولا تقدر تشوف اخصائي نفساني باش يعطي لها نصائح
اللي تعاونها ويعني الطبيب حنا يدخل في لي كا ويا كونت يا دي كومبليكاسيون بالضبط دي كومبليكاسيون كونت يا دي روتانتيسمون قولوا على الجسم على المسوا كسوا يعني ينقص ولا في فيزيد بالضبط باسكو ميم السمنات دوقاتيك سي اون مالادي بالضبط بالضبط مالادي اللي الطفل يتكومبليكاسيون حنا سالمو السمنه هذه خديناها بالاعتبار راح نديروا لها حلقه خاصه يعني لوبيزيتي راح نتكلموا عليها وحدها لانها اصبحت لا مرضي دو سيكل يعني مرض القرن يعني سي اون مالادي مودرن سي عندها يعني تعقيدات كثيره بالضبط دونك الطفل باش تشوف طفل صغير بدينه وعنده يدير الكوليسترول عنده طالع وعنده ارتفاع ضغط الدم تو سي نقولوا دو سي سي مالوغو بوغ ان اونفون والطبيب ثاني دي فوا انا شفت عبر الرسائل تاع الناس اللي راسلونا وكامل يحبوا يعرفوا يقول لك انا وليدي في 9 شهور واش نعطي له ياكل انا نقول لهم باللي كما تفضل الاستاذه يبداو يعطوهم ياكلوا حاجه منوعه ويذوقوهم من كلش يعني ما كان حتى حاجه ما يعطيوهالوش ولا وممكن يعني الطفل تاعك كي تبدا توكلوا كامل جاب لي ربي هذيك الوجبه الوجبات الاولى هي اللي حتحدد دوك كي تنوع له في الاكل وتشوف الحاجه اللي يحبها الحاجه ما يحبهاش واللي ما يحبهاش تعطيها له بالعقل يعني ما تفورسيهش وكامل نظن باللي يكون فيه خير وتوكا شكرا شكرا يعطيكم الصحه تفضلي تفضلي استاذه معليش باش نعرفوا اللي راهم يسمعوا فينا ان لا نوريكسي تمس اكثر فئه الاناث كو الذكور ايه بالضبط يحبوا يعبدوا على الوزن سي الوزن تاعهم ولقاوها ايضا كي بدينا نحوسوا عليها في الثقافه تاعنا وكامل لقاوها انها وجدت عند عارضات الازياء تتمنى والهدف تاعها كان هو النقص في الوزن بالضبط بعد كي بداو هما ينقصوا في الوزن تعرضوا الى هذه المشاكل ايضا بالنسبه للاستاذ لابري اللي راهو غايب معنا اليوم ندخل شويه في مكانه بالنسبه للمدرسه هنا نلقاو مشاكل ايضا بالنسبه سواء لابوليمي ولا لانوريكسي باغ اكزومبل السمين ولا داك اللي جايب روحه دائما هو مكانه الاخير بالضبط بالضبط نقولوا له ما نقدروش نحطوك لقدام باسكو جيني صحابك وهذاك اللي رقيق وماشي جايب روحه دائما عنده مشاكل صحيه تلقى الاستاذ مثلا حتى يشوفه غاس باسكو اللي عنده لانوريكسي نلقاوه يغيس بالضبط. يغيس يبعد عنده فقدان التركيز انه لا يركز ولا يتذكر كثيرا هذا ما كان شكرا شكرا استاذ الله يخليك شكرا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الموضوع هذا اذا يا اولياء مسؤوليتكم انكم تنتبهوا لاولادكم كي يبداو ياكلوا مام هما يكونوا صغار دي بيبي نوعوا لهم في الاكل وما تفرسيوهمش وردوا بالكم والاخصائي النفساني والطبيب في انتظاركم لاي استشاره ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا سلام شكرا شكرا العلم لننفع أهلنا ولبلدنا نحب الجري في كل مكان حق العيب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان حب وحنان لولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة Oh,